السلام عليكم. وصل المحللون السياسيون عرب وأجانب الحديث عن مقتل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله المفاجئ، وقالوا إنه يشكل نقطة تحول جيوسياسية مدمرة قد يؤدي إما إلى تعميق أزمة المنطقة أو يمثل بداية نهايتها، في وقت تدرس إيران إمكانية أن تقود حربا مباشرة ضد إسرائيل بعد أن بدأت تفقد وكلاءها في المنطقة، حيث قامت بإطلاق صواريخها على المناطق الإسرائيلية خاصة تل أبيب في محاولة منها للثأر والانتقام كما تدعي لدماء قادة حزب الله ومسؤول الحرس الثوري الإيراني في الضاحية الجنوبية. هناك من يقول إن إسرائيل أطلقت انقلابا على المشروع الإيراني بكامله، ما يثير الشكوك حول الموقف الإيراني من الدخول في حرب مباشرة كما هو مألوف في العرف العسكري، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن إيران غير ملاصقة جغرافيا للكيان المحتل، فعلى أي أرض تقف إيران؟ هل هي غير قادرة أم غير راغبة؟ هناك فرق طبعا. وكيف ستكون علاقة إيران في غياب نصر الله ومجيء البديل التي تشير المعطيات الأولية غير المؤكدة بأن أمر قيادة الحزب سيؤول إلى ابنة خالة نصر الله وصهر قاسم سليماني هاشم صفي الدين المعروف بولائه المطلق لطهران ومرشدها علي خامنئي؟ أما الموقف السوري فقد عبر الشعب السوري عن فرحته بمقتل حسن نصر الله، حيث جاء في بيان المجلس الإسلامي السوري أنه من الناحية الشرعية يجوز فرح الشعب السوري بهلاك المجرم، طبعا بحسب وصف المجلس، وأن الشعب السوري لا ينسى من قتلوا الأطفال والنساء بحصارهم جوعا وعطشا وذبحا بالسكاكين، ويدوسون على الجثث ويتراقصون حولها، وأن الله يسلط على الظالمين ظالما مثلهم. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: ما تأثير اغتيال نصر الله وقادة حزب الله عسكريا وسياسيا على الضاحية الجنوبية؟ ما موقف إيران بعد فقدان أحد أذرعها وحائط الصد الأول لجمهورية الولي الفقيه؟ هل كان الرد الإيراني بالصواريخ الباليستية الموجهة إلى إسرائيل مساء الثلاثاء موجعاً إلى درجة اضطراب وتذبذب الوضع العسكري والسياسي للكيان الصهيوني؟ وكيف سيكون الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية التي قالت إيران إنها حققت أهدافها، بينما تقول إسرائيل إنها لم تتأثر بهذه الضربات؟ وبعد تدخله العسكري الذي وصف بالطائفي، ما موقف الشعب السوري من اغتيال زعيم حزب الله؟ وأين صوت بشار الأسد الذي اكتفت الرئاسة السورية برسالة خجولة نعت فيه نصر الله، مما اعتبرها المراقبون أنها واجب شكلي هدفها رفع الحرج لا أكثر عن الرئيس الأسد؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان اغتيال نصر الله ومسارات الحرب. سيكون معنا ضيوفا عبر سكايب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات حسان قطب، ومدير مركز إدراك للدراسات باسل حفار، والصحفي المتخصص بالشأن الإيراني مصطفى النعيمي، وعبر الهاتف رئيس المنظمة اللبنانية للعدالة علي الشيخ عمار. مرحبا بضيوفنا الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة بإذن الله. مرحبا بكم من جديد. أبدأ وأستثمر الوقت مع ضيوفنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب الذي يحمل عنوان اغتيال نصر الله ومسارات الحرب. أبدأ معكم أستاذ حسان. طبعا كما هو معلوم أن إسرائيل وجهت ضربة قوية لحزب الله، وذلك باغتيال أمينها العام للحزب السيد حسن نصر الله وأيضا قياديين في الحزب، ولكن في محور أسئلتنا، يعني كيف يمكن أن نتصور مسار الحرب بعد عملية الاغتيال هذه؟ عملية الاغتيال هذه كان لها تأثير كبير على حزب الله وعلى جمهور حزب الله. نعم. لأن الفترة الماضية وحسن نصر الله كان هو أمين عام للحزب حوالي 32 عاما منذ عام 1992. خلال هذه الفترة تم بناء صورة ضخمة جدا لهذا الرجل، تفكيره، قدراته، إلهامه الرباني، قدسيته، وشيء كثير من هذه الألقاب والأوصاف، حتى كانوا يقدمونه للجمهور يا ابن فاطمة. فلذلك
هذه الصورة الضخمة جدا التي أعطيت لهذا الرجل وهذه القدسية تأثر بها الجمهور كثيرا، ولذلك جاء الاغتيال ليحطم هذه الصورة أمام الجمهور. شعر الجمهور بأنه أصبح يتيما، لقد خسر قائدا بالنسبة له، هو قائد ملهم كبير جدا ينتصر ولا ينهزم، وهو صاحب مقولة جاء زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم، وهو الذي دائما يهدد إسرائيل، يهدد أعداء إيران، يهدد العالم العربي، هو الذي يشكل مخلب إيران في العالم العربي وغيره. فلذلك هذه الصورة تحطمت كليا، إضافة إلى أن ضمن حزب الله نفسه هو احتكر القيادة كليا، فلم يعد تجتمع مجلس الشورى والمكتب السياسي، تم تغييبهم جميعا، وأصبح هو رجل السلطة، أصبح أشبه بديكتاتور كوريا الشمالية. فأصبح كل مسؤول من حزب الله تجتمع معه يقول سوف أراجع السيد، وسوف أقول للسيد، وسوف أنتظر تعليمات السيد. السيد ذهب الآن، من يراجع من، ومن يخاطب من، ومن يتخذ القرار؟ إذن هناك مشكلة داخل حزب الله الآن، من يتخذ القرار؟ ما هي التركيبة البديلة داخل حزب الله لاتخاذ القرار؟ وهذا الموقف الصعب عبر عنه نعيم قاسم في كلمته التي ألقاها منذ أيام، عندما قال سيجتمع مجلس الشورى قريبا ويقوم بانتخاب أمين عام ويعيد هيكلية التنظيم. هناك أخبار، هناك أسف للمقاطعة، ولكن هناك أخبار تتحدث أن يعني قبل مقتل حسن نصر الله كان هناك ربما اجتماع من المؤمل عقده لمجلس الشورى داخل حزب الله، يشي أو تشي الأخبار بأنه كانوا على موعد بأنه يقيلون حسن نصر الله من رئاسة الحزب، ما دقة هذا الطرح؟ هذا غير صحيح. حسن نصر الله لا يمكن إقالته، لأن هذا سوف يهتز التنظيم بكامله أمام الجمهور. الصورة التي أعطيت لنصر الله والقدسية التي أحيط بها جعلته إنسان معصوم لا يخطئ، فلذلك لو تم عزله لاهتزت ثقة جمهور حزب الله بهذا الحزب وهذا التنظيم. هذا غير صحيح. ولكن الشيء الأكيد طبعا هو أن حسن نصر الله عندما اختفى عن المشاهدة منذ عام 2006، أي بعد حرب تموز عام 2006، أصبح هاشم صفي الدين وابن خالد نصر الله هو الأمين العام الفعلي للحزب، الذي يتحرك من مكان إلى مكان وبشكل علني وظاهر، وهو الذي يتخذ القرارات بشكل علني. ولكن حسن نصر الله بقي يقود التنظيم من خلال مخبئه أو من خلال مقر القيادة الذي لم يعلن عنه أين وجوده. طيب. لذلك الكلام عن أن عزله هذا غير ممكن وغير منطقي. أستاذ باسل، أجدد الترحيب بكم. مسألة دخول إيران على خط المواجهة المزعومة بإطلاق صواريخ لم تتأثر بها إسرائيل، حتى أنه يعني لم يسقط جريح نتيجة هذه الضربة، تعتقد أن رد إيران ربما حسب المحللين أنه جاء من أجل حفظ ماء وجهها أمام ساحات ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في المنطقة؟ هل تعتقد ذلك أستاذ باسل؟ نعم، تحية لكم المستمعين. بالتأكيد يعني إيران جاء حول يعني إصلاح الصورة، صورة إيران التي عانت من يعني تشوه أو انكسار كبير نتيجة الأحداث الأخيرة، حيث تعرضت لمجموعة من الضربات، وكلها ضربات يعني كبيرة وفي الصميم، وتنم ليس فقط عن يعني ليس فقط ضربات عسكرية، وإنما تنم أيضا عن اختراقات أمنية كبيرة. كان لابد لإيران بشكل أو بآخر أن تحاول عكس هذه الصورة أو عكس هذا الانطباع الذي ظهر عن إيران، كأنها كما يعني أصبح يكرر كثيرا نمر من ورق، بمعنى أنها غير قادرة على حماية نفسها، غير قادرة على حماية ضيوفها، غير قادرة على توفير الغطاء لأذرعها، غير قادرة على وعلى إلى آخره. ولذلك كان لابد من رد إيراني بأي شكل، سواء ردا شكليا، ردا حقيقيا، وما إلى ذلك. الرد الإيراني الذي جاء يعني بالعرف العسكري هو لم يوقع أضرار حقيقية، على الأقل ضمن المعطيات المتوفرة لم يوقع أضرار حقيقية، أو على الأقل لم يوقع أضرار تتناسب وحجم الأضرار التي أوقعها الاحتلال الإسرائيلي أو الصهيوني في المعسكر المقابل. ولذلك لا زال ينظر إلى الموقف الإيراني على أنه يعني ليس بمستوى المواجهة، أو على أنه يمكن القول بأنه هزيل، لكنه في النهاية يمكن القول أنه إيران بادرت أو حاولت أن تفعل شيء. وفي العادة يعني هذه التحركات عندما يعني تتم تحركات عسكرية، إذا لم تكن على
قدر الصورة المرسومة عنها فإنها تعطي انعكاس إيجابي، بمعنى عندما يقوم طرف معين بالتهديد بأنه سوف يرد وسوف يفعل ويتأخر في مسألة التهديد ويقول أنه ردنا سوف يأتي وسيكون مزلزلا وسنفعل وإلى آخره، ثم يقوم برد ما، وهذا الرد لا يكون بمستوى الطرح أو بمستوى التوقع، فإن هذا يتسبب بمزيد من التشويه للصورة وبمزيد من الإحباط في للجمهور الذي يعلق الآمال على هذا الطرف. لذلك نعم ممكن نقول أنه الضربة الإيرانية أو الهجوم الإيراني الأخير لم يكن، يعني هو أقرب بشكل أو بآخر، لا أريد أن أقول أنه شكلي بالمرة، لكنه يعني رد ربما تكون تبعاته السلبية على إيران بشكل أو بآخر أكبر من إيجابياته، فلا هو استطاع أن يستعيد صورة إيران على أنها دولة قوية أو دولة قادرة على الرد على التعدي عليها وعلى سيادتها أو إلى آخره، ولا هو أوقع أضرارا جسيمة فعلا بالمعسكر المقابل بطرح الاحتلال الصهيوني. طيب أستاذ مصطفى مرحبا بكم من جديد. الأستاذ باسل حفار يتحدث يقول أن الضربات لم تؤثر على إسرائيل، وبالتالي أن إيران هي غير قادرة أولا على حماية نفسها، وأيضا هي غير قادرة على حماية أذرعها. ولكن من باب الإنصاف، ونحن هنا في قناة الرافدين دائما نبحث عن الإنصاف، لكن إيران أطلقت 200 صاروخ ضد إسرائيل وهذا يحسب لها، هل هذا كفيل بإسقاط نظرية التخادم بين إسرائيل والولايات المتحدة وبين إسرائيل والكيان الصهيوني، أم تعتقد أن هناك حسابات أخرى؟ نعم، بداية الموقف الإسرائيلي مع الولايات المتحدة أقرب يكون للتطابق مع وجود بعض خلافات وجهات النظر لما يخص موضوع التموضع الإيراني وبالتحديد الملف النووي الإيراني وخطورته على منطقة الشرق الأوسط. هنالك ما زالت خلافات لم تحل أمريكيا إسرائيليا أيضا غربيا إسرائيليا. لكن بالعودة إلى قضية تخادم إيران مع إسرائيل والولايات المتحدة، أعتقد بأنها بدأت مرحلة التخادم منذ إعلان إسقاط العراق في العام 2003، حيث كان دخول إيران لتفكيك المؤسسة العسكرية واستخدامها بشكل كبير وعلى أعلى المستويات، وصولا إلى الثورة السورية في العام 2011، ودخول الإيراني يعني بشكل الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وأذرع، وأيضا استخدام أذرع أخرى. أعتقد بأنه كان في المرحلة الأولى خدميا لإدارة تلك المرحلة، لكن مع وجود مرحلة المنافسة ووصول إيران إلى مزاحمة الولايات المتحدة في القواعد العسكرية وفي بعض النقاط، هنا أتحدث عن مصادر الطاقة، أعتقد بأنه بات الموقف واضحا للجميع بأن إيران تريد مزاحمة الولايات المتحدة، وبناء عليه تم تغيير التكتيكات الإسرائيلية والأمريكية المستخدمة في مواجهة إيران. لكن وصولها إلى مستوى المواجهة، وصلت إيران إلى مستوى المواجهة يعني قبل قرابة العام ما بعد مقتل 4 جنود أمريكان، 3 في سوريا بقاعدة التنف، وكذلك أيضا جندي آخر قتل في قاعدة البرج 22 داخل الأردن. وبناء عليه رأينا حجم الرد الأمريكي من حيث استخدام ولأول مرة قاذفات استراتيجية من طراز بي 1 وهي من الجيل الخامس، والتي اقتلعت أكثر من 85 مصد عسكري في يعني دقائق معدودة. لكن احتواء هذه الردة الأمريكية كان من خلال لسان المرشد، حيث قال بالحرف الواحد أن هنالك عاصفة أمريكية ويتطلب ذلك الانحناء قليلا، وبناء عليه فهم المحور الإيراني وداعميه وأذرعه بأنه في حال وجود مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة فأنهم سيخسرون، وبالتالي اتخذوا من مبدأ الحياد في تلك المعركة ولم يشتركوا حتى منذ 7 أكتوبر، بغض النظر عن بعض المساهمات التي كان يطلقها حزب الله وهي يعني ما أقرب ما تكون للمشاغلة لا أكثر، لا قيمة لها. والجانب الإسرائيلي كان في وقتها يعني منذ بداية انطلاقتها كان ينظر إلى تلك المشاغلة هي تدريبات لا أكثر بالنسبة لجيشه الذي كان يوصف بالجيش المترهل في حينها. لكن ما بعد الانهيارات التي حصلت على أعلى المستويات في مؤسسة حزب الله، أعتقد بأنه وصلوا اليوم إلى مواجهة وعلى مستويات عليا. نتحدث عن مقتل إبراهيم رئيسي على سبيل المثال، وهو أهم شخصية قتلت، كذلك أيضا سبقه قاسم سليماني، محسن فخري زادة مسؤول برنامج النووي، حسين صياد خدائي، كثر من الذين قتلوا. لكن الردود الإيرانية هل تتكافأ مع حجم الأضرار التي نجمت عن الضربات الأمريكية الإسرائيلية باتجاه فصائل إيران ومحورها وإضافة للأراضي الإيرانية؟ أعتقد بأن هنالك فارق هائل ما بين الضربات التي توجه غربيا باتجاه إيران وإيران باتجاه منطقة يعني المنطقة العربية والتي تتموضع فيها قوات أمريكية وأيضا إسرائيلية، وخاصة أننا نتحدث اليوم عن أن هذه الضربات التي وجهت عبر أكثر من 250
صاروخ باليستي لم تحدث أضرارا بالرغم من أنها صواريخ فرط صوتية، لكن على ما يبدو قراءة سريعة أقل من دقيقة، هذه الصواريخ التي كانت موجهة لم تكن تحمل رؤوس تفجيرية كما في السابق، وإنما هي بمستويات دنيا، والسبب الرئيسي بأدنى مستوياتها، السبب الرئيسي في ذلك أنهم زادوا حجم الوقود المستخدم من أجل إيصال تلك الرسائل السياسية عبر الأدوات العسكرية، الغاية منها تحقيق أعلى المكتسبات من خلال ملفات إيران التفاوضية، لا سيما بالملف النووي، لاحظنا ذلك من خلال حديث مسعود بازشكيان حيث قال أنه لا خلاف مع واشنطن، من وأيضا عباس عراقجي أيضا نفس الكلام أعاده في نيويورك، وفي محاولة مجددا لإعادة ملف التفاوض النووي مع واشنطن بشكل مباشر. طيب أستاذ علي الشيخ عمار، مرحبا بكم من جديد. يعني بعد أن خسرت إيران رجلها الأول وحائط الصد طبعا لجمهورية الولي الفقيه، هل كانت إيران تتعكز على حزب الله أم أن حزب الله ونصر الله كان يتكئ على إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتذر، يعني صوتي متأثر قليلا. أستاذ علي هل تسمعني؟ أيوة أسمعك. سمعت السؤال؟ ألو تسمعني الآن؟ سمعت السؤال. إيه سمعت. تفضل أجب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد أن السيد حسن نصر الله لم يكن له دور أبعد من كونه دور إعلامي أو ربما سياسي بشكل أو آخر، ولكن بالنسبة للسلطات الإيرانية المختلفة هي التي كانت تدير الشأن فيما يتعلق بحزب الله، أكان هذا على المستوى العسكري أو الأمني أو حتى السياسي بطريقة ما. لذلك بالنسبة لإيران أعتقد أنها لن تخسر كثيرا عندما تفقد رجلها الذي هو السيد حسن نصر الله، والبدائل متوفرة من خلال العلاقة الحميمة القائمة بينها وبين الأجهزة المختلفة داخل هذا الحزب. فمقتل السيد حسن نصر الله يعني أعتقد أنه لن يكون له الأثر السلبي الكبير على ما تسعى إليه إيران من خلال هذا الحزب، طمعا في تأكيد نفوذها وهيمنتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الوضع اللبناني، أو حتى من خلال تأثيرها في بعض المناطق الأخرى، أكان هذا في سوريا أو العراق أو اليمن. طيب أستاذ حسان، هناك تصريح يوم أمس للنائب اللبناني ميشيل معوض يتحدث، يقول بالنص: هذه ليست حربنا، هي حرب الآخرين. هل حزب الله يحارب بالنيابة؟ هل هذه النظرية هي صادقة نوعا ما؟ ليست فقط صادقة، هي صحيحة. نعم. لأن إيران تعتبر أن أمن إسرائيل هو أولوية دولية غربية بالكامل. نعم. ولذلك هي تعتمد على حزب الله لتهديد الأمن الإسرائيلي وليس لتحرير فلسطين وإعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وتحصيل حقوقه. فلذلك إيران تدرك أيضا أن أسلحتها الصاروخية كما شاهدناها منذ يومين وهي تتساقط، سواء كانت بضعف أو نتيجة التصدي لها أو أنها كانت غير محملة بالرؤوس النووية رؤوس متفجرة، كانت تدرك أن قدرتها على ضرب إسرائيل بقوة غير ممكنة نظرا للرعاية والدعم الأمريكي والغربي. فهي تعتبر أن الساحة اللبنانية هي الساحة الملاصقة لساحة فلسطين المحتلة، ومن خلال الساحة اللبنانية يمكنها أن تهدد أمن إسرائيل إذا ما تهدد أمن طهران أو تم استهداف المنشآت النووية وغيرها على الساحة الإيرانية. وكان يؤكد هذا الكلام نصر الله في كافة خطاباته عندما كان يقول أن طهران إذا ما تعرضت لأي هجوم ستفتح كافة الساحات لتهديد أمن إسرائيل، وأيضا أن الطائرات الإسرائيلية التي سوف تغير على المنشآت الإيرانية لن تجد مطارا تعود إليه في فلسطين المحتلة.
فهذا هو الدور الأساسي لحزب الله في لبنان، وأيضا دوره الآخر هو التمدد بالمشروع الإيراني في سوريا والعراق واليمن وغيرها. فلذلك إيران تعتبر أن حزب الله في لبنان هو أداة يخدم مصالحها استراتيجية، يخدم طموحاتها التوسعية، وهذا ما أكده أكثر من مسؤول إيراني سواء كان في البرلمان الإيراني أو في الحكومة الإيرانية أو حتى على مستوى الرؤساء. ودائما عندما يتغير شكل الإداري للحكومة في إيران أو الرئيس، أول زيارة تكون دائما إلى لبنان والتواصل مع قادة حزب الله وتدارس العلاقات المشتركة والخطط المشتركة. وأيضا لاحظنا أن عندما قتل زاهدي في دمشق تبين أنه عضو في مجلس شورى حزب الله، ثم الذي قتل منذ أيام مع الجنرال الإيراني الذي قتل مع حسن نصر الله في مخبئه، تبين أنه نائب رئيس فيلق القدس لشؤون لبنان. فإذا حزب الله يضم في صفوفه، في قيادته، ليس في صفوفه، في قيادته ضباطا إيرانيين يشرفون على كل شيء. فإذا دور حزب الله ليس تحرير فلسطين، وإنما حماية إيران ونظام إيران ومشروع إيران في المنطقة بتهديد أمن إسرائيل، وليس بتحرير فلسطين. وأكد نصر الله هذا الكلام قبل خطابين من خطابه الأخير، عندما قال أن معركتنا الآن ليس إزالة إسرائيل، وإنما منع إسرائيل من الانتصار على محور المقاومة. وأيضا كلمة عدم إزالة إسرائيل مما يعني أن مشروع مهاجمة إسرائيل وتحرير الجليل كما كان يقول، والصلاة في الأقصى والقدس وتحرير القدس، هذا مجرد كان شعارات إعلامية للتقرب من العالم العربي والإسلامي ولمسح ما ارتكب في سوريا من جرائم من قبل الفريق الإيراني الروسي المشترك بقيادة حزب الله بشكل خاص. أستاذ باسل، كان الأولى لإيران يعني أن توجه ضرباتها لغزة، وذلك ثأرا لمقتل إسماعيل هنية، خاصة أنه قتل على الأراضي الإيرانية. إيران لم تدك إسرائيل بصاروخ واحد لقطاع أو على جيش الاحتلال الصهيوني وداخل الأراضي الصهيونية. هل إيران تتعامل بطائفية حتى في هذا المفصل أستاذ؟ نعم، الصواريخ التي توجهها إيران لا أعتقد أنها يمكن أن تكون يعني في الحالة الأخيرة، خصوصا الهجوم الأخير، أنها من الدقة بقدر أنه يمكن أن يعني تصيب أهداف جدا محددة. هي أصابت أهداف واسعة، بمعنى استهدفت مطارات، مقرات، وكثير منها كان له فيما يبدو يعني أهداف عشوائية بشكل أو بآخر. لا أعتقد أن إيران، يعني إيران تتمتع ببعد طائفي كبير، لكن لا أعتقد أنها بخصوص الهجمة الأخيرة بالذات كانت يعني تستحضر هذا البعد بشكل أساسي، بقدر ما أنها كانت معنية في محاولة تحسين صورتها أو خلق انطباع مختلف عن الانطباع الذي ظهر عن إيران بأنها دولة غير قادرة على حماية نفسها وغير قادرة على الذود على عن مصالحها بشكل أو بآخر. لكن هذا لا يمنع أو لا يلغي فكرة أنه في مناسبات أخرى كثيرة كان البعد الطائفي حاضراً في الطرح الإيراني، سواء بالخطابات التي يقدمها المرشد خامنئي، سواء بطريقة تعامل ميليشياتها على الأرض، سواء بطريقة أو كثير من التلميحات والخطابات التي تتحدث بها العديد من أذرعها أو العديد من المراجع، بعض المراجع الذين يتحدثون من وقت لآخر وما إلى ذلك. فالبعد الطائفي حاضر، لكن في الهجوم الأخير أعتقد أنه مرة أخرى كانت إيران معنية بشكل أساسي في موضوع العمل على صورتها أكثر من استحضار البعد الطائفي بحد ذاته. طيب أستاذ مصطفى، يعني الرد الإيراني الذي وصف بالهزيل خاصة من المراقبين العسكريين والاستراتيجيين، وذلك بإطلاق صواريخ غير مؤثرة، وأيضا تصريحات مسؤوليها بأننا سنرد إذا ردت إسرائيل على الهجمات الإيرانية الأخيرة، هذا الموقف هل يقود ربما في المستقبل إلى تسوية ما بين طهران وتل أبيب؟ قراءة أولية استراتيجية للمتغيرات التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط عموما، لا سيما ما بعد التصعيد الذي نتحدث عنه، أعتقد بأن الجانب الإسرائيلي قد حسب خياره تجاه إيران، وهو إنهاء الأذرع كمرحلة أولى، وهذا ما حصل مع حزب الله من حيث تحييد قادة الصف الأول وارتدادات ذلك على الساحة اللبنانية حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. وصولا للساحات الأخرى، نتحدث عن الساحة العراقية والسورية على سبيل المثال، فمرحلة استنزاف القادة ما زالت مستمرة، وذلك من خلال عبر
يعني من خلال استخدام أسراب المسيرات، انتقلت من مستوى استخدام مسيرة إلى مسيرات وأسراب. على الساحة الأخرى اليمنية نتحدث، ساحة أنصار الله الحوثية، أيضا هنالك توجيه ضربات عبر مقاتلات، وأعلنت إسرائيل بأنها ستستمر في توجيه مزيد من الضربات في حال وجود تهديد أمنها القومي في مجالها الحيوي. مجالها الحيوي تعتقد إسرائيل بأنه كل الممرات والمضائق والأمن الدولي هو جزء منه، وعلينا أن لا نغفل زاوية مهمة وهي اتفاقيات الدفاع المشترك التي أبرمتها تل أبيب مع مجموعة من الدول ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها. إضافة لكل ذلك نتحدث عن قدرة الإيرانيين في امتصاص الرد القادم إسرائيليا. أنا أعتقد الرد الإسرائيلي لن يقتصر فقط على مسألة الاقتصاد وهو استهداف يعني الموانئ الإيرانية، وإنما ربما قد يطال برنامج الصاروخي، وهذا ما شاهدناه يعني منذ استخدام صاروخ مجد الشمس وتداعيات استخدامه من قبل حزب الله وتدمير المنشأة التي يتم تجهيز فيها تلك الصواريخ أو تحضير تلك الصواريخ وتجميعها في طهران، هو رسالة واضحة. وأعتقد بأن الهدف القادم هو كان هنالك يعني على ما يبدو بعد استخباري في عملية معالجة لتلك الردة الإيرانية من حيث منصات إطلاق الصواريخ، ما هي تلك المنصات، ما هي تلك المقذوفات، أين سقطت تلك المقذوفات، ما هي المكونات التي كانت تحملها تلك المقذوفات، وصولا إلى مناطق تخزين هذه الصواريخ، وكذلك أيضا وصولا إلى المصانع التي تم تصنيعها. فبالتالي أعتقد بأن هنالك يعني مروحة استهدافات واسعة النطاق يدعمها الغرب بشكل كبير، لا سيما وجود الأساطيل الأمريكية، واستثمرت إسرائيليا بشكل كبير بحيث أن تلك الصواريخ سقط أغلبها ضمن ما يطلق عليه أراضي إسرائيل، لكن كانت غير مؤثرة. لكن بنفس التوقيت هنالك تساؤلات، لماذا لم تشارك منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وهي موجودة وقالت وأعلنتها صراحة بأنه في حال وجود تهديد لأمن القومي الإسرائيلي فنحن مضطرون للتعامل مع هذه الأهداف الجوية وسنعمل على تشغيل منظومات الدفاع الجوي، علما بأنه في السابق في الضربة السابقة الرشقة الأولى والتي كانت 400 صاروخ ردا على مقتل محمد رضا زاهد رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، كانت مختلفة من حيث التأثير ومن حيث أيضا الرسائل. اليوم الرسائل بدأت تصعيدية وربما قد تصل إلى مستويات عليا، المرشح أن يكون هنالك مجموعة من يعني السيناريوهات المحتملة، وهو أيضا استهداف بعض المنشآت النووية أو محيط المنشآت النووية، وهنا نتحدث عن المنشآت النووية التي يتم تصنيع فيها أجهزة الطرد المركزي، وهنا أتحدث عن مفاعل أراك المحصن. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأسلحة الأخيرة التي وصلت إلى جانب الإسرائيلي لا سيما والتي بلغت قيمتها قرابة 8.7 مليار دولار، ومن أهم تلك المقذوفات الصاروخية التي حصلت عليها تل أبيب هي قذائف الصاروخية من طراز GBU-28 وGBU-43، وأثبتت نجاعتها عندما استهدف مقر حسن نصر الله من خلال استخدام قذائف صاروخية من طراز GBU-28 عبر وسائط الإطلاق الطائرات المقاتلة من طراز F-15. أيضا يعني حجم الخزانات الوقود التي كانت تزودت فيها إسرائيل أعتقد بأنها كان لها دور كبير، بحيث أنها وصلت قطعت مسافة 1800 كيلومتر دون التزود بالوقود. فبالتالي من الممكن أن يكون هناك استهدافات إلى العمق الإيراني، وهنا نتحدث عن شمال غرب إيران بالتحديد، حيث الأماكن التي انطلقت منها تلك الصواريخ. وأعتقد بأنه في المرحلة الأولى أو المستوى الأول من الرد الإسرائيلي سيكون على هذه المنشآت التي تم من خلالها استهداف إسرائيل وتحييد البرنامج في المرحلة الأولى، وبناء على الردود والردود المتبادلة ما بين كلا الخصمين، والذي يدفع ثمنه عربيا. الأراضي العربية أصبحت هي صندوق بريد لتقاذف الرسائل والرشقات الصاروخية فيما بين الجانبين، والضحية الشعب العربي للأسف. لكن المشكلة الحقيقية هي الحاضنة الاجتماعية للأذرع الولائية متعددة الجنسيات، متى ستصحو بأنها تستخدم حطب ووقود لهذه المعركة الغير متكافئة؟ نعم، من حيث القوة العسكرية. طيب، بشكل عام أستاذ علي الشيخ عمار، لو نأخذ تصريح لمسؤول إيراني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني قال خلال مؤتمر صحفي، قال إن طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعدة أو تطوعية. أفهم هذا التصريح وأرجو أن تصحح لي أن إيران تخلت عن ما يعرف بوحدة الساحات في المنطقة، هل دقيق؟ على بالنسبة للسلطات الإيرانية وبالنسبة للحرس الثوري، يعني أعتقد أنه يعتمد بدرجة كبيرة على
ما تكتنزه المقاومة وحزب الله في لبنان من أجل أن تتنصل من مسؤولياتها تجاه ما يحصل، أكان هذا على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى اللبناني. وأكثر من مرة هناك من يصرح بأن إيران غير معنية بمثل هذه الحرب القائمة بين غزة أو بين فلسطين والعدو الصهيوني، أو حتى بين حزب الله وبين العدو الصهيوني. وأكثر من مرة قالوا بأن حزب الله والمقاومة قادرة على أن تتحمل مسؤولياتها وعلى أن تكون ندا فاعلا ومؤثرا للعدو الصهيوني الذي يشن حربا ضروسا على لبنان يذهب ضحيتها المدنيون وتدمر البنى التحتية على مرأى ومسمع من هذه السلطات الإيرانية التي تبتعد شيئا فشيئا عن أن يكون لها أي دور على مستوى التأييد أو على مستوى الدعم أو على مستوى المشاركة ولو بطريقة معقولة في مثل هذه المواجهة الصعبة التي يتعرض لها لبنان وفلسطين. أستاذ حسان، كما تعرف تشير المعطيات الأولية غير المؤكدة بأن أمر قيادة الحزب سيؤول إلى ابنة خالة نصر الله وصهر قاسم سليماني السيد هاشم صفي الدين. في هذا الإطار، هل تعتقد أن العلاقة الاستراتيجية بين حزب الله وإيران ستتغير بقدوم زعيم جديد لحزب الله؟ وباعتقادك وبنظرة استشرافية، يعني ما هي أبرز التوصيات الإيرانية للسيد هاشم صفي الدين؟ بداية يجب القول أن هاشم صفي الدين مصيره لازال مجهولا، فاليوم من يقود حزب الله هو الشيخ نعيم قاسم، وهو عضو حزب الدعوة العراقي، وأساسا هو كان في حزب الدعوة الذي انضم إلى ما يطلق عليه اسم حزب الله. نعيم السيد هاشم صفي الدين غائب عن السمع، غائب عن الشاشة، وعندما قيل أنه تسلم زمام الأمور كانت مجرد تسريبات وليس بناء على قرار، وقد أكد نعيم قاسم هذا الكلام عندما قال سيجتمع مجلس الشورى وينتخب، ولم يحدد من سوف ينتخب. والرسالة الصوتية التي تم توزيعها على أنها رسالة من السيد هاشم صفي الدين تبين أنها ليست بصوته، ومن قرأها هو الشيخ محمد السبيتي، وبالتالي مصير هاشم صفي الدين لا زال مجهولا. أما في حال كان موجودا واستلم زمام الأمور سواء بقرار أم بغير قرار، هذا الشخص هو جزء من المنظومة الإيرانية، هو خريج إيران، وابنه هو صهر قاسم سليماني، وعلاقته وطيدة جدا بالنظام الإيراني. ولكن لا أظن أنه سوف يتغير كثيرا لسبب بسيط، وهو أنه كان الأمين العام الفعلي لحزب الله طوال فترة 18 عاما منذ عام 2006 وإلى اليوم، هو الذي كان يقود حزب الله بالشكل العلني بالتنسيق مع نصر الله الذي كان في حالة اختفاء. فلذلك ربما قد يكون هناك تغيير في استراتيجية العمل نظرا لتغير الأوضاع، للخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الله. ولكن الآن حزب الله يعاني من أزمة أخرى، وهي أن بنيته الأساسية سواء كانت السياسية أو العسكرية قد تهشمت بالفعل، وأن قدراته العسكرية قد تراجعت كثيرا، وبالتالي هناك مسألة بالغة الخطورة بالنسبة للحزب. هل يمكنه الاستمرار في أداء دوره أم لا؟ بالأمس شاهدنا نبيه بري يقف إلى جانب نجيب ميقاتي رئيس الحكومة، وإلى جانب وليد زنبلاط، وهو لم يتكلم مباشرة، ولكن على لسان نجيب ميقاتي أعلن قبوله بتطبيق القرار 1701. وهذا يعني أن لبنان لم يطبق هذا القرار، لأنه عندما يقول أن لبنان مستعد لتطبيقه هذا يعني أننا منذ عام 2006 وإلى اليوم لم نلتزم بتطبيق هذا القرار، وهذا اعتراف خطير جدا من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. وأيضا عندما يقول أنه أصبح موافقا على أن يدخل الجيش اللبناني بقوة إلى الجنوب اللبناني، هذا أيضا اعتراف خطير، لأن الجيش اللبناني موجود في الجنوب ولكن كان دون صلاحيات.
فلذلك هناك مشكلة داخل حزب الله وداخل المكون الشيعي وداخل الثنائي الشيعي الذي يقوده كان حسن نصر الله ونبيه بكري. الآن هناك أزمة حقيقية في هذا المحور الذي لم يعد يعرف كيف يتصرف نتيجة الضربات الضخمة التي تلقاها. أستاذ باسل، إيران تعول على فصائل الحشد الشعبي في العراق في الرد على اغتيال السيد حسن نصر الله، لكن هناك تصريح خرج أول أمس من مستشار رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، يتحدث يقول المستشار مستشار رئيس الوزراء أن العراق غير جاهز للدخول في أي حرب مع إسرائيل، وذلك برر ذلك إلى ضعف الإمكانيات العسكرية بالنسبة للعراق وحتى الاقتصادية. هل نفهم من هذا التصريح أن إيران قد خسرت ذراعا فعالا مؤثرا وهو الفصائل المسلحة في العراق؟ نعم، يعني هذا النوع نسمعه بشكل واضح بعد أن لاحظت هذه الأذرع وبعض الدول والجهات التي كانت ترتبط أو توصف بأنها مرتبطة أو تعول على النبي الإيراني، عندما لاحظت الموقف الإيراني المنسحب والتبرير الإيراني الواضح بأن إيران نفسها ليست في معرض أن تخوض حربا تعود بها للوراء 10 أو 20 أو 30 عاما أو أكثر أو أقل. بالتالي بدأت تفكر هذه الجهات بنفس الطريقة. لكن بالإشارة إلى الحشد الشعبي، يابد من الإشارة إلى أنه هذا المكون ليس يعني منضبطا كله بشكل كامل بقرار الحكومة العراقية. خلال المناسبات السابقة كان هناك أطراف من داخل الحشد الشعبي لم تكن منضبطة أو لم تلتزم بتوجهات أو بالموقف الرسمي أو الموقف المعلن على الأقل الحكومة العراقية، وقامت هي على مسؤولياتها الخاصة بممارسة مواجهة أو اشتباكات من نوع ما مثل إطلاق الصواريخ على أهداف معينة أمريكية أو إسرائيلية أو غيره. ويتوقع الآن أنه رغم تصريحات الحكومة العراقية ورغم إقرارها بعدم جاهزيتها لخوض حرب أو مواجهة، وخصوصا وأن الحكومة العراقية تستشعر في هذا الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بحد كبير من الحساسية أو من التحفز، بمعنى أنه يرد على أي تحرش عسكري برد قد يعني قاسي بشكل أو بآخر. لكن رغم ذلك يتوقع أنه هناك أطراف من الحشد قد تعمد إلى عدم الالتزام بالتوجه المعلن للحكومة العراقية، وقد تبادر إلى توجيه ضربات من نوع ما سواء لأهداف أو قواعد أمريكية داخل مثلا العراق كما حصل في مناسبات سابقة، أو تستمر فيما تروج له أساسا الآن من أنها تستهدف من وقت لآخر بصواريخ معينة أهدافا خارج حدود العراق وتضرب بها مصالح أمريكية في سوريا مثلا، أو في بعض الأحيان تروج لاستهداف مصالح داخل إسرائيل نفسها عبر صواريخ تقول أنها بعيدة المدى تصل إلى من العراق إلى داخل الإسرائيلي. طيب أستاذ مصطفى، تحدثنا عن إيران كثيرا، الآن سنتحول إلى ربما شقوق أخرى في هذا الحوار. نبدأ معكم بسوريا. لم يصدر أي تصريح من قبل الرئيس السوري بشار الأسد حول اغتيال نصر الله، اكتفت الرئاسة كما هو واضح للجميع، قدمت رسالة نعي وتعزية دون الإشارة إلى لغة الانتقام لحليفها نصر الله. الكثير وصفوا موقف الأسد أو موقف الرئاسة بأنه موقف شكلي، هدفه وغايته رفع الحرج عن الدولة السورية وعن بشار الأسد. كيف تفسرون هذا الموقف أستاذ مصطفى؟ أعتقد بأن الموقف وموقف النظام السوري بشكل عام هو يحاول أن يعني ينفك عن المحور الإيراني، ولكنه غير قادر نظرا لأن مؤسسات الدولة أو ما تبقى من مؤسسات الدولة لدى النظام السوري هي مخترقة إيرانيا وعلى أعلى المستويات. يعني سأسلط الضوء قليلا على بعض التدريبات العسكرية التي يتم إجراؤها في سوريا. كان وزير دفاع النظام السوري يحضر أسوة بقادة الميليشيات من نجباء وزينبيون وفاطميون وحشد شعبي وحزب الله العراقي واللبناني، بمعنى آخر أنه أصبح هو جزء من المحور الإيراني ويأتمر ضمن المحور الإيراني. لكن بنفس التوقيت هو لو حاول أيضا خروج من العباءة الإيرانية، أعتقد بأن لدى إيران أيضا وسائل ردع مباشرة تستطيع من خلالها الضغط على النظام السوري حتى في حملات الاغتيالات التي كنا نسمع عنها بين الفينة والأخرى. أعتقد بأنه خلاف بيني داخل المحور
محور النظام السوري والذي ينتمي أيضا إلى محورين، المحور الروسي والمحور الإيراني. هنالك حالة من المنافسة، هنالك محاولة من قبل النظام السوري أن يعني أن يكون يعني خارج نطاق تلك اللعبة، نظرا لأن هنالك تهديدات رسمية من قبل الجانب الإسرائيلي مفادها بأنه قد يكون الهدف القادم فيما لو قدم الدعم اللوجستي أو الدعم العسكري لتلك القوات المتواجدة على الأراضي السورية. نلاحظ أن طبيعة تلك الاستهدافات الإسرائيلية بشكل عام كانت في غالبية العظمى تستهدف يعني محيط منظومات الدفاع الجوي السورية قصيرة المدى، وفي غالبيتها العظمى يكون هنالك قتلى من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، إضافة إلى عناصر من الدفاع الجوي السوري، بدلالة واضحة على أن هنالك ضغطا مستمرا إيرانيا على ما تبقى من مؤسسات النظام وخاصة الدفاع الجوي السوري، واستنزف الدفاع الجوي السوري بشكل شبه يعني كامل وما زال حتى هذه اللحظة يستنزف. فبالتالي موقف النظام السوري في أضعف حالاته، وأعتقد أن الجيش السوري اليوم أو ما تبقى من الجيش السوري هو أضعف تلك الجيوش التي تتواجد على الجغرافيا السورية، بالرغم من أنه ما زال يمثل سوريا في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وأيضا في المحافل الدولية كافة، وصولا إلى جامعة الدول العربية، ومحاولة إعادة تأهيله ربما هي محاولة لأن ينفك عن المحور الإيراني وإنهاء آفة المخدرات وتداعيات اقتصاد كارثة المخدرات على المنطقة بشكل عام، واستخدامها كموازنة رديفة للدولة من أجل تحقيق مكتسبات ويتم توظيفها من خلال استخدامها في الجبهات المشتعلة، لا سيما نتحدث عن جبهة شمال غرب سوريا بوجه التحديد في إدلب وحلب. طيب أستاذ علي الشيخ عمار، سياسي لبناني رفيع المستوى يقول إن اختراق حزب الله وبالتالي اغتيال السيد حسن نصر الله من قبل إسرائيل هو كان نتيجة دعم حزب الله أو بشخص نصر الله لبشار الأسد، يعني ما مدى مقبولية هذا التخريج؟ يعني الدور الذي قام به حزب الله في مواجهة الثورة السورية والشعب السوري، يعني أعتقد أن كان له تأثير معين على أن تتمكن الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية من كشف بعض المواقع والقيادات التي كانت معلنة من خلال مشاركتها الفاعلة والقوية والمؤثرة والظاهرة في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري، ومن خلال التواصل والتعاون والتفاهم بين هذا الحزب وبين النظام السوري الذي استطاع أن يحمي وجوده ويحمي نفسه من خلال الطمأنة التي هيأها وأمنها للعدو الصهيوني ولبعض الدول الغربية التي وضعت أمام الثورة خطوطا حمر من أجل أن يسقط هذا النظام. وبالنسبة لهذا النظام استطاع في النهاية وقبل سقوطه استطاع أن يلجأ إلى الدولة الروسية التي تمكنت في النهاية من أن تقوم بدور تدميري على مستوى البنى التحتية، ومما مكن هذا النظام من أن يستمر ومما جعل الثورة تتراجع يعني بطريقة ما. طيب. يعني أعتقد أن الدور الذي قام به حزب الله في سوريا وفي سواها من البلدان العربية المحيطة هو الذي مكن العدو الصهيوني أو مكن الأجهزة الاستخباراتية اليهودية من أن تقوم بما قامت به خلال يعني استهدافها لعناصر حزب الله وللقيادات المختلفة. طيب أستاذ حسان بدقيقة لو تفضلتم، في النهاية هل ما زال هناك فرصة لإنهاء الحرب في لبنان عبر الأمم المتحدة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين حيث قالوا عن غوتيريش أنه غير مرغوب فيه، هل هناك حل حلال لهذه الحرب أستاذ حسان؟
نبدأ من التصريح الذي أطلقه نتنياهو قبل فترة بسيطة عندما قال أن المعركة في شمال إسرائيل الهدف منها تغيير الواقع الجغرافي والسياسي والأمني للمنطقة، ويتكلم عن المنطقة وليس عن لبنان فقط. فلذلك بما أن حزب الله هو المخلب الإيراني في لبنان وامتدادا داخل العالم العربي وحتى العالم الغربي أيضا، لأننا نعرف أن حزب الله يجند المغتربين الشيعة في كافة دول العالم لصالح المشروع الإيراني، من فنزويلا إلى أستراليا إلى ألمانيا إلى أفريقيا أيضا. لذلك عندما يتكلم نتنياهو بهذا الكلام، هذا معناه أن هناك شيئا كبيرا يجري على الأراضي اللبنانية. الضرب الذي يتعرض له حزب الله، القصف الذي يتعرض له، الاغتيالات، تدمير المنشآت، من قتل أمنيين وميدانيين ومن سياسيين، وتدمير البنى التحتية، الهدف منها إضعاف حزب الله، وبالتالي دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، احتلال جزء بسيط من لبنان لاستصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وبالتالي يستلم الجيش اللبناني والقوات الدولية الأمن في لبنان والقضاء على حزب الله كليا. أستاذ باسل، بدقيقة، إلى أين يتجه لبنان في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي والضربات الجوية وأيضا قواعد الاشتباك؟ بدقيقة لو تفضلتم. أستاذ باسل، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. أنتقل إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، بعد التصعيد الإسرائيلي على لبنان وأيضا الحرب المستمرة على غزة، إلى أين تتجه الأمور في الشرق الأوسط؟ بدقيقة. أن الأمور في الشرق الأوسط قد حسمت بخصوص موضوع التموضع الإيراني كمحور بشكل عام كمرحلة أولى، وبالمرحلة القادمة هي ستكون أراضي إيران بشكل مباشر. والسبب الرئيسي في ذلك أن إيران أوصلت المنطقة إلى مرحلة التصادم، فبالتالي استخدمت إيران عندما كان هنالك مشروعا للفوضى الخلاقة، وانتهى هذا المشروع فوضى الخلاقة في المنطقة العربية. واليوم يتطلب ذلك بموجب التداعيات الدولية، لا سيما ما بعد انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنظومة الدولية، لا سيما بخصوص موضوع النفط وإيصال الغاز المسال باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يتطلب بدائل، والبدائل موجودة في الشرق الأوسط لكن تحتاج إلى نوع من إجراء نوع من التهدئة كمرحلة أولى، والتهدئة لا يمكن أن تحصل في ظل الوجود الإيراني، وهذا يتطلب أيضا وجود قرار دولي بانتزاع إيران من المنطقة العربية بالمرحلة الأولى، لكن هذا بنفس التوقيت لابد أن أن ينعكس سلبا على إيران. نعم أستاذ مصطفى، متابعتي للتصريحات الإسرائيلية أرى بأن الهدف القادم ربما قد يصل إلى مستوى تقسيم إيران كما هددت إسرائيل في السابق، نظرا لوجود ردود متبادلة، فإيران لا ترغب بالرد المباشر على الضربات الإسرائيلية في المرحلة القادمة حسب قراءتي الأولية. كان معنا عبر سكايب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات الأستاذ حسان قطب، وعبر سكايب أيضا مدير المركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار، وعبر سكايب الصحفي المتخصص بشأن الإيراني الأستاذ مصطفى النعيمي، وكان معنا عبر الهاتف رئيس المنظمة اللبنانية للعدالة علي الشيخ عمار. شكرا جزيلا لكم، الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، إلى اللقاء.